وصلنا لختام هذه الحلقة وآخر فقراتنا، بداية مع أنه يوم الاثنين راح نكون مع لقاء خاص وحصري مع النجم المنتخب السعودي ونادي الهلال الكابتن عبد الله عطيف في حديث كل العناوين. ما أحب الظهور الإعلامي بشكل كبير. أول مباراة كانت هدفنا دائما انه هو نحقق دوري اسيا كاس ملك جميع البطولات اللي نشارك فيها، لكن في الهلال الجميع سواسي، في الهلال دائما هو اللي هادي، دائما هو اللي يسيطر، وهذا الجمهور يعني من حقه انه ينتقد، من حقه انه يزعل، الرباط ما في شيء محدد يقول لك هذا فعلا سبب الرباط الصليبي، قدم مباراه جدا ممتازه، كيف يعني تغيرني انت يعني وش اللي كنت تشوفه؟ صراحه انا دائما ما اقتدي في اخواني للامانه يعني، عبده لو يجيني الحين هو اول مراوح يسوي مراوح دربل ما نقدر يسوي هذا في الهلال. ما حد يقدر يفاوض في ميثاق شرف خلاص والكل عنده موقع عليه يعني الحب لأمريكا الهلال حب كبير للأمانة يعني شيء ما هو سهل وصفه